السلام عليكم، احمد رشوان 3D General Artist من ورشة استوديو. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توتوريال في الريل فلو. هنتكلم نظره كده سريعه عن الريل ويف والداينامكس فيها ماشي ازاي. تمام، يلا بينا. ايه الريل ويف؟ الريل ويف دي باختصار كده سريع هي اكتر حاجه او يعني محاكاه سريعه للاوشنز والويفز والحاجات دي في الريل فلو. تمام، مش زي الهايبريدو ان هي بتسيميوليت بقى بارتيكلز وويفز بقى وحاجات كده، لا هي بتعمل لك بلانه. تعالوا نشوفه خلاص. تمام، هي البلانه دي هي اسمها ريل ويف. بتتعامل معامله المش، يعني حاجه مش وحشه، معامله المش حاجه كويسه. لو عملت 9 من على الكيبورد سموث شيدد 0 هتخليها سموث شويه كده معاك. هتيجي على اليمين هنا هتلاقي نفس القصه. اول حاجه بوليجون سايز، تعالى دي اعمل لي واير فريم 8. البوليجون سايز زي في المشنج العادي السايز بتاعه كل ما بتقلله بتزيد الريزولوشن بتاعه. يعني هنا 0.1 عملناه 0.8. تمام، هتلاقيها بتتابديت معاك على طول، الفريم ريت بتاعك ده بيزيد 0.7. تمام، كل ما بتعلى كل ما الريزولوشن بتاعك بيزيد اكتر. لو جينا عملنا ايه من على الكيبورد هنلاقي بيعمل سيميوليشن بس ما فيش اي حاجه بتحصل. ليه؟ لان انا مش عاطيله ويف، مش عامل له اي حاجه يفهم منها ايه اللي بيحصل. ازاي اد ويف في الموضوع ده؟ مرة تانية هقول لكم حاجة بس مهمة، إن اللي أنا بقوله ده هو مش كل حاجة في الريل ويف ولا هشرح كل حاجة فيها، أنا بفتح لكم بس السكة إن أنت تشوف الريل ويف ماشية إزاي، وأنت هتلاقي يعني كمية أرقام كتير وحاجات كتير افضل أنت دعبس فيها. المهم لو عايز أزود ويف هاجي على الريل ويف بتاعتي كليك يمين هقول له آد ويف. عندي مجموعة من الويف هتكلم عن حاجات كده فيهم سريعا. أول حاجة الكنترول بوينت دي بمنتهى البساطة بتقول إن أنا لو جيت مثلا سيلكت أختارها تاني بس معلش اقول له edit cp عشان احط البوينتس بتاعتي واعمل كده اختار. تمام، اختار هنا حبه هنا حبه اللي يريحني. عايز اختار اكتر من مكان اعمل كده واعمل shift اختار. انا معلق ايدي على shift. تمام، انا عايز مثلا كوبش هنا صغيرين كده، نرجع لها تاني clear edit، اختار مثلا شويه اللي في النص. تمام كده، انا لو جيت عملت A من على الكيبورد حلاوه يا ولاد، عملت لي كان البوينتس اللي عندي هنا دي بيقول لي انا هعمل لك كان مثلا ايه ده الانيميشن بتاعي هيبدا من هنا، كان مثلا حاجه وقعت هنا اي حاجه. ليها استفادات كتير جدا، يعني اكيد كل واحد جات في دماغه حاجات كتير من الحركه دي ممكن تعمل لنا ايه. تمام، ثانيه واحده معلش واجيبه تاني. تمام معلش. المهم كنا بنقول ايه؟ فانت تختار اي مجموعه بوينتس انت عايزها وخلاص. اديت سي بي ان انت تعدل عليهم كلير يمسح لك كل حاجه. نعمل مثلا ايه، عايزين كذا بوينت في كذا مكان. لو عملنا ايه من على الكيبورد كلهم هيتعملوا مع بعض في نفس الوقت. قول نختار بس الحبه دول، او ممكن اخترنا نقطه ونريح نفسنا. خليهم شويه صغيرين بلاش طبعا. هلاقي عندي شويه حاجات كده في الاوبشنز بتاعتي. اول حاجه الويت اللي هي القوه بتاعت يعني النازله والطالعه بتاعتي هنا. يعني لو جيت مثلا قلت له 10 هنلاقي، اعتقد هنلاقي مسخره غريبه بتحصل. تمام، نسيبنا من كل ده خلينا زي ما احنا. واحد الفريكوانسي، الفريكوانسي بتاعت الحركه يعني دي عايزها تطلع وتنزل كام مره بسرعه قد ايه. تمام، هي معموله واحد، لو انا عملتها 5 اعتقد هنلاقي ويفز كتيرة كده بتحصل. تمام، خليها واحد زي ما هي، وكمان لو قللتها هتبقى نفس الريت. بطيئة، نرجع تاني نرجعها واحد. الامبلتيود ما علينا. الكلمة دي هي جاية من الارتفاع. انا اول ما اعليها ايه اللي هيحصل؟ بسم الله عليكم. تمام، الارقام دي انت لو استخدمتها صح هتديك نتائج كويسه جدا. فتراي بقى ان انت ايه تلاقي الارقام بتاعتك المفضله اللي انت تشتغل عليها بطريقه كويسه. البيجن تايم انت عايزه تبدا من امتى؟ السايكلز عايز كم مره تتكرر الحركه دي؟ يعني هي الديفولت بتاعها واحد، لو انا 5 لو انا عملتها واحد هتطلع مره واحده وتنزل هوب بس كده. الويف سبيد اللي السرعه بتاعت الويف بتاعتي. حلو، هلاقي عندي بقى مجموعة من الويفز التانيين بقى انت تختار فيهم اللي انت عايزه. من ضمن الويفز المهمة الكويسة جدا
ايوه دي تمام. الله عشان اعلي الريزولوشن بتاعتها زي ما قلت لكم او اخليها انضف، كل اللي انا هعمله ان انا هزود المش بتاعي، يعني هو مثلا 0.7 خليه 0.5 مثلا، بس كده ان هي ايه نضفت اكتر. دعبسوا في الاوبشنز بتاعت كل واحده فيهم، هتلاقوا حاجات قويه جدا، هتلاقوا حاجات كويسه. هنا عموما على السريع الويت برضو نفس الكلام، كواليتي ديبث، مفيش اي حاجه جديده، الويند دايركشن ده اتجاه الريح بتاعك عايزه ازاي، سبيد تمام. المهم اللي انا كنت عايز اكلمكم فيه في موضوع الويف، الريل ويف من الحاجات القويه جدا ان انت تقدر تاد اكتر من ويف. الهبل اللي انا بقوله ده اللي هيحصل بالظبط كالتالي، ان انا مثلا عندي ويف اللي هي السبيكترم عامله كده حلو، ممكن اروح بمنتهى البساطه جاي قايل انا عايز احط لك الويف دي كمان، قول ممكن اروح جايب منتهى البساطه الثالثه اروح قايل له احط عليكم واحط عليكم البتاعه دي كلها كده. دي ميزه في الموضوع ده الصراحه، ميزه قويه جدا. كان في ثانية كده عايز اشوف لكم حاجة اوبشن كان ظريف جدا. ما علينا، المهم هي ده يعني اللي انتم محتاجينه، ان هو تقدر تزود اكتر من حاجة. نتكلم عن الداينامكس بتاعنا. انا عندي مثلا سفير حقيرة زي ما انتم شايفين اهي، ما فيهاش اي مشكلة خالص، بلانة بتاعتي تمام. عايز بقى السفير تنزل على الميه تعمل بقى ايه بوم وحاجات كده، فلو عملت ايه من على الكيبورد مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ عشان مفيش جرافيتي، حاطين الجرافيتي بتاعتنا ونعمل ايه مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ لان انا مش قايل ان الكره او السفير دي ان هي دايناميك اصلا، هو باي ديفولت هو معتبرها ان هي حاجه ثابته حلو، اللي هو يعني حاجه ما بتتحركش اصلا. فلو دخلنا تختار السفير بتاعتك، خش من نود داينامكس، هتقول له انا عايز الداينامكس بتاعها اكتف ريجيد بودي، فهتلاقي عندك ثلاث حاجات، سوفت بودي باسيف بودي الاكتف بودي ريجيد بودي. ايه من على الكيبورد، الله نزلت ايه او تمام. لو اللون ده مزولنا الرصاصي ده، خش من نود كلر خليه مثلا ميه لونها صفرا، وعادي اوقات بيبقى فيه ميه لونها صفرا. ايوه تمام، الاخضر رائع جدا وحقير الصراحه، فاحنا ممكن نغيره نخليه ازرق عادي يعني مش مشكله، بزرق برضه كتير بس مش مهم. المهم الفكره ايه توصل تمام، هتعملين ويف بس هتعمل حاجه تانية ان هي تفضل تنزل 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 تنزل. احنا مثلا عايزينها تفضل مستقره كده على وش الميه. لو اخترنا الاوبجكت بتاعنا هلاقي عندي اتنين اوبشن زياده ظهر، ريجيد بادي وريل ويف تمام. الريجيد بادي ده الاوبشنز اللي بتاثر لنا في الريجيد بادي في الكوره نفسها، الريل ويف دي اللي تاثير الكوره مع الميه مع بعض تمام. الحاجات اللي تخليني اقدر اتحكم في الوزن بتاعها او هو يفهمها ايه على الميه، الماس. الماس باي ديفولت انا اول ما بقول له ايه سيميوليشن اللي هو ايه من على الكيبورد يعني، بيخترع لي رقم بناء على السكيل بتاعي بتاع السيم، فبيتخيل ان الكره دي والله الكره دي الوزن بتاعها 505 بناء على انت ماشي في كام متر في كام متر تمام. لكن انا الرقم ده مش عاجبني انا عايز اقلله، فاجي هنا مثلا اقول له انا عايزك 300، راح جاي كده سايبها تمام، ما نزلتش معانا بقى لحد الاخر، وايه بقى الموضوع ماشي معانا مظبوط، بقت بتقوم على وش المايه زي الفل. تاني حاجة كانت عندنا كنت عايز اكلمكم فيها، الحاجات دي نتكلم فيها ممكن باستفاضة في حاجة تانية. نخش على الريل ويف. هنا بقى الكورة بتأثر ازاي في الريل ويف نفسها، فالسترينث دي طبعا اللي هي المهرجانات اللي بتحصل. معلش انا بتكلم بسرعه عشان عندي حاجات عايز اعملها، فانتوا المهم ايه يعني تقدروا تظبطوا الدنيا دي مع نفسكم. الووتر فريكشن احتكاك الميه لا مؤاخذه هي اسمها كده، جربوا انتوا مع نفسكم الكلام ده كله تمام تمام تمام. اللي انا عايز اكلمكم فيه في الريل ويف تاني هنا، ان الكوره دي نزلت كده طيب حركه الميه تمام منطقيه بناء على الماس بتاعت الكوره كله تمام. انا عايز اغير لون ده، اعمل لون ازرق عادي يعني ايه المشكله اهو بس زي الفل، بناء على الماس بتاعت الكوره الابعاد الميه الكلام ده كله الاوبشنز اللي انت تقدر تغيرها.
طب انا عايز اعمل يعني عايز اعمل سبلاش بقى كده وحاجات. تمام، تخش الاوبشن بتاعت ريل ويف، هتقول له عندك اتنين اوبشن للسبلاش، اوبجكت سبلاش وكرييت سبلاش. كرييت سبلاش دي للريل ويف نفسها، لو انا الكرة دي عندي انا عاملها انيميشن بتتحرك عليها، فاعمل كرييت سبلاش ان هو يعمل لي سبلاش كل ما الكرة تتحرك عليها. اوبجكت سبلاش ان انا هقول له انا عايز اوبجكت معين هو اللي يبقى فيه السبلاش. اول ما هنزل الاوبجكت سبلاش دي اختار من اوبجكت السفير. المهم قوي ان انت تفضل تعمل نيمنج للحاجات بتاعتك، يعني السفير دي سميها مثلا الحاجه اللي انت عايز تسميها، سفير مثلا، كره بتقع في الميه، في اللينا، ازازه، اي حاجه. المهم الاسامي بتاعتك تبقى مظبوطه عشان ما تحتاجش في اي حاجه. كده نعمل كنترول اي، ممكن الريلو فلو يقفل عشان بيهيس عندي. تمام، بدات تطلع عندنا شويه بارتيكل كده ملهاش اي 30 لازمه، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. مبدئيا انا عايز ازود الريزولوشن بتاعتها، بتتعامل معامله البارتيكلز العاديه او الايميترز العاديه، اخليه مثلا ده 20. تمام، وكل ما تزود اكتر كل ما ايه حاجات كده معاك تزيد اكتر. كنت عايز اتكلم في ايه تاني؟ بس عندكم شويه الاوبشنز دي العبوا فيها ودوروا فيها. فعلا ما عنديش وقت اشرح لكم، بس هي يعني الحياه فيها سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه خالص. يعني في حاجه مهمه جدا كنت فيها عايز اتكلمها لكم بس مش فاكر هي كانت انهي واحده. تمام، مش مشكله، خلاص. ده يعتبر ريل ويف كده بنظره عامه جدا، نمسحها نخش على اللي بعده اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه. الفيلد اللي اسمه الماجيك، الفيلد اللي اسمه الماجيك ده، الماجيك ده جميل جدا. هو موال مش موال كبير، يعني قصدي هو بيستخدم في حاجات كتير جدا وفظيع وتحفه والكلام ده كله. وبيستخدم بفظاعه مع المورف. حلو، يعني تستخدم المورف مع الماجيك، بس انا هشرح لكم فكره الماجيك ماشي ازاي. يعني عموما انا مثلا عندي السفير الحقيره بتاعتي اللي انا بحبها جدا، مش عارف انا بعتز بالسفير جدا ليه. عشان ازوم على طول عليها زي ما قلت لكم قبل كده، كليك يمين زوم سيلكت. حلو، نعمل عليها انيميشن سريع كده. اوكي، بوزيشن مثلا انا ممكن اخليها احسن هي فوق الاول، انا عايز بس اريموف الكيرف عشان ما يعمليش اي مشكله. هي مثلا هنا، فاروح قايل اد كي. انا عارف انتوا مش فاهمين انا بعمل ايه، بس هتفهموا كمان 7 ثواني. 6 5 4 3 2 1. برضو ما فهمتوش اللي انا هعمله دلوقتي. هعمل حاجتين، هتكلم عن الفيل اوبجكت وهتكلم عن الماجيك ديمون او الماجيك فيلد. يعني الفيل اوبجكت ده بمنتهى البساطه ان انا لو عندي الفاز دي، ممكن اكبرها شويه كده، ماشي. لو عندي الفاز دي انا عايز املاها بميه او بايا كان السائل بتاعي، فبدل ما احط اميتر وافضل بقى ايه مستني السمنه من بطن النمله واقعد كده جنبه شويه، لا، انا اروح بمنتهى البساطه ماسح الاميتر ده واجي اقول له عايز فيلد، عايز اميتر اسمه فيل اوبجكت. فيل اوبجكت ده بمنتهى البساطه بيقول لك انا هملا لك الاوبجكت، مش محتاجه اي فقاقه. تخش على فيل اوبجكت، الاوبشن بتاعته اوبجكت، هتقول له انت عايز اي حاجه. عشان كده بقول لك مهم قوي ان انت تسمي كل حاجه. لو احنا كنا بنملى سفير بقى فهنفضل نتزاول في الارقام والكلام ده كله. فنيجي عند الباص دي نختارها فيل فوليوم، تقول له ايوه بالظبط كده، كلام جميل. ايه اللي هيحصل لو انا عملت ايه؟ مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ لان انا مش حاطط جرافيتي ولا حاطط اي حاجه عشان الميه دي ايه تبدا تتعامل. يعني فنروح حاطين جرافيتي ونحط دراج. دراج مع جرافيتي اوقات بتبقى لذيذه، ان هي يعني زي فيلد زياده كده للجرافيتي، هو نفس الحاجه يعني، ما علينا. المهم تمام، قطع لنا 3/4 الشوط، بينزل الميه في البازه اهو مفيش اي مشكله، و كلام جميل، كلام عظيم. طيب ثانيه، انا ممكن بس ايه، وهنا في بالظبط زي جراف اديتور زي اي حاجه في الدنيا، توبن الكيرف عادي. فانا عايز بس اعدل حاجه في الانيميشن، لو ممكن اد كي على الواي. ما ماشي، طيب نيجي على الواي نقول له بوزيشن. ما هو في اصلا كيرف على الواي، ما علينا. نمسك اخر واحده دي، انا عايز اخليه ايه يطلع باتجاه لفوق، فنمسكها. تمام، تا 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 تا. ما طلعش فوق ولا اي حاجه، شكلي بقى وحش جدا.
خليه يغير في كل حاجة. استنوا كده ثانية. طيب هو انا ممكن اقول بلاش اسلكه واروح عامل كده. افتكرت، اوقات لما تكون انت عامل سيميوليشن وتعمل انيميشن في سيميوليشن ما بيفهمش الانيميشن، فبيفضل محتفظ بالقديم بالشكل القديم، فتروح عامل كنترول اي اقلل بس الريزولوشن بتاعتي عشان اشوف كتست، يعني مش محتاجه ازودها قوي. حاسس ان انا عملت حاجة انا مش فاهمها غلط. مش عارف هو ليه شال في الاوبجكت. اسمع علينا، الاستعجال دايما بيخليك تعمل حاجات غريبة كده انت نفسك مش فاهمها. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ان المية دي تبقى هنا في البتاعة دي اللي انا مش فاهم هي ليه عاملة كده، وتكون تبقى مية. فنروح عاملين ايه من على الكيبورد، بس في نفس الوقت انا عايز مثلا الكورة ما تبدأش انيميشن من دلوقتي، انا عايزها تفضل ثابتة في مكانها. فنعمل شكل اللوك اللي احنا اتفقنا عليه، يعمل السيميوليشن بتاعه تمام، يكمل عادي. والفيل اوبجكت نفس الاوبشن بتاعت كل الايميترز، بس هتلاقي هنا عندك في الفيل اوبجكت الاوبشن بتاعته بدل النويز لو تفتكرها هتلاقيها اسمها جيترنج. لو عملتها مثلا واحد هي بتبقى شكلها لذيذ الصراحة لما تعملها ايه حاجات منكوشة كده. انا بعتذر طبعا، نحط الكيل فوليوم بتاعنا 50 تمام، نبدأ من الأول أحسن عشان يبقى ال 50 مظبوط. هو أنا مش محتاجه بس غير إن هو الحبة اللي هينزلوا دول، وبعد كده خلاص أعتقد هتبقى الدنيا مظبوطة. انا ليه بهري الهري ده كله؟ حاجه مهمه كمان عايز اقولها لكم عليها، انا دلوقتي مسحت الكيل فوليوم بتاعي صح؟ طب انا لو رجعت الانيميشن بتاعي من الاول السيميوليشن وقلت له كنترول ايه عشان ابدا تاني عشان الكوره بقى تبدا تاخد الانيميشن هيبوظ او ايا كان اللي هيحصل يعني. ففي حاجه جامده جدا في ريتش لو، ان انا لو جيت اخترت انا عاجبني مثلا الفريم ده انا عايز ابدا السيميوليشن بتاعي من هنا، فاجي في انيشال ستيت اقول له يوز انيشال ستيت يس، اقول له ميك انيشال ستيت شكرا. في الريست اجي اقول له ريست وناتشال ستيت كنترول ايه هيريست من اول الحته اللي احنا واقفين عندها دي تمام. ليه بقى انا عملت كل ده وليه الكره بتتحرك وليه الميه هنا وليه محدش فاهم اي حاجه؟ ان بمنتهى البساطه انا كنت بتكلم في الماجيك فيلد، ان انا لو جيت دلوقتي قلت الماجيك فيلد ده ارميه في اي مكان مش فارقه مكانه، قلت له انا عايزك تاثر لي في الاوبجكت اللي هو بتاع السفير، قوم ايه بقى اللي هيحصل؟ قوم هتلاقوا حاجه غريبه جدا. الماجيك ده بيقول لي ان انا الفيلد اللي انا محطوط عليه الاوبجكت اللي انا محطوط عليه هحاول اخلي الايميترز البارتيكلز بتاعتك تروح لها باي طريقه تمام. هي هنا الميه عايزه توصل للاوبجكت بتاع اللي هو فوق ده، بس القوه بتاعته ضعيفه السترينث بتاعه ضعيفه، فنخلي نقول مثلا 5 تمام. تبدا اوصل لك اوصل لك، بس هو المفروض القيمه اللي انا اتحكم فيها عشان السترينث بتاعته دي المفروض اللي هي الاسكيب سترينث انا ممكن نعديها كمان شويه. يا عم قول 50 ان شاء الله ما حد ما حضر. هو انا اتلخبطت معلش عشان بقالي مده بس ما استخدمتوش، فهو في قيمه من اتنين هي اللي بتتوجه على طول فاحنا هنجربها مع بعض مش مشكله تمام. هو بيحاول ان هو يخلي الميه اللي هنا تروح حد السفير اللي هنا تمام. انا بس عايز اقفل، لا مش عايز اقفل حاجه، حاسس ان انا في حاجه عملتها غلط انا عارف، بس مش مشكله هي دي الفكره عموما يعني. المفروض كده تمام، المفروض يطلع الميه على طول بس فيها برد بيحصل عادي.
كلام جميل، كلام جميل. شايفين المنظر؟ شايفين؟ شايفين؟ ها؟ ها؟ بدأ يقلب على شكل بطة، بس مش مشكلة، المهم انتوا ايه فهمتوا الفكرة عاملة ازاي. فتقدر تستخدمه في حاجات كتير، في افكت كتير جدا يعني. وبعد كده تقدر تعمل حاجة تانية، ان انا ممكن امسك الكورة اللي انا عامل لها انيميشن دي مثلا، سي هو وصل لحد هنا، ايه قربت اوصل للكورة، قربت اوصل للكورة، اروح انا قايل له اها بوزيشن ات كي، تعالى يا عم لحد 93 مثلا، تعالى لي كده بوزيشن ات كي. ايه اللي متوقع يحصل؟ ان هو هيمشي ورا الكورة حتى بالانيميشن اللي معمول. في هبل حصل هنا، انا ما اعرفش انا عملت ايه، بس هو عموما الريك فلو النسخه دي بتهيس معايا، وانا اكيد برضه انا بهيس عشان عايز انام وعايز اشتغل وعايز اعمل حاجات كتير. ف ده اللي بيحصل، ان انا همسك الكوره، لا مش هخليكي تمسكيني، اكيد 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 حاجه انا عاملها في الفلويد انتراكشن، بس ما علينا. المهم كملوا زي ما انتوا كده، واخيرا هيمسك الميه الكوره، ايه هنروح احنا قايلين له ايه كده كده مش هنخليك تمسك الكوره، ونيجي عند الماجيك فيلد ونقول له زيرو زيرو، انت اصلا مش هتعمل اي حاجه. و تمام يا رجاله، تخيل بقى انت ممكن تعمل بيه ايه بقى، تعمل حاجات كتير جدا. عندك اوبجكت هنا، عندك اوبجكت هناك، تعمل انيميشن ما بينهم، والكلام ده كله. معلش ما عرفتش يعني اشرح لكم باستفاضه، بس حاولت ان انا ايه افهم لكم الدنيا دي كلها ماشيه ازاي كتوتال كده. في حاجه تانية ممكن نتكلم عليها بسرعه؟ مفيش، ممكن نخليها في يوم تاني يبقى الدنيا فاضيه فيه شويه. نعم تمام. كان معكم احمد رشوان، هوب ان انتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.